أرحب فيك الوداتي جلندا قساقية، لكن أنا حضر في وضع حيز الخدمة لوزيناغي المواد الأولية للزيت. إذن في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار والدفع بعجلة التنمية، وذلك من خلال مرافقة كل المستثمرين لتجسيد مشاريعهم والعمل كذلك في رفع كل العراقيل التي قد يتعرض لها تجسيد المشروع في مراحل الإنجاز. إذا نحن متواجدون اليوم هنا في مدينة بجاية لوضع حيز الخدمة لمركب سحق البذور الزيتية الذي يعتبر مشروع هام بالنسبة للقطاع الغذائي. فالإرادة قوية والعزيمة موجودة للدفع بالتنمية المحلية والتنمية الوطنية وخلق الثروة في مختلف الميادين، وخاصة في الميدان الفلاحي التي سيمكن من خلق آلاف من مناصب الشغل وتثمين الموارد الأولية الموجودة التي تزخر بها كل الولايات في شتى أنواعها. وهذا ما يجعلنا إن شاء الله في النهاية من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق لا سيكوريتي اليمونتير. اكمي الزرع مسا اكمي تدناز قلي اكمي الزرع مسا كي يعني اكمي لنا لكل البرامج التنمويه على المستوى لكل الوطن ان شاء الله. اثن سعد كي ولايه البجايه مصنع مركب يعني مركب ضم قران غادي يفكن يعني قيمه اضافيه للاقتصاد الوطني، وهو مصنع مركب لتفتيت البذور الزيتيه وكي يجن سياق المستقبل ان شاء الله. هذه للزيت هذه تؤخذ من دقيق الجزائر، هذه تؤخذ من دي ماتير بريمير دقي اون الجيري. نحسب لي الفو كو الجيري اي لا سيكوريتي اليمونتير دوني قلا ثورا العالم يقلا قس ان بروبليم ان شاء الله. وقس المستثمر دقي بجايه لا المستثمرين اخرين، وقي تعليمات السيد رئيس الجمهوريه اكنا رافقين لكل المستثمرين اكنا جسدن لكل المشاريع نسن يقلان او نيفو ناسيونال، وكذلك يعني رفع يعني كنا نرفض لكل المشاكل هذه السعود اكنا جزدن المشاريع نسن الحمد لله. يعني لي اكزومبل مثلا في كاتي داكي بجايه داكي بجايه مثلا في كات لي اكزومبل هاكي عند المصنع هاكي اتي لي حاجه تمقران حاجه ايكلان اون بلوس بو ليكونومي ناسيونال.